برحب بحضراتكم مشاهدينا، واول حواراتنا في هذا الصباح النهارده وموضوعه عن معرض فود افريكا. المعرض الحقيقه انطلق برعايه وزاره الصناعه ووزاره التموين امبارح في دورته السابعه، بيستمر حتى الغد بمركز مصر للمعارض الدوليه بالقاهره الجديده. بيشارك فيه 730 شركه بتمثل 32 دوله، وتم دعوه اكثر من 500 مشتري دولي. المعرض طبعا زي ما واضح من اسمه بيتعلق بالغد غذاء، وعلشان كده في جهات كتير جدا بتشارك فيه تنظيمه، زي غرفة الصناعات الغذائية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة المعارض المصرية، المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغيرهم. لكن أهم ثلاث فعاليات فيه هو معرض باك بروسيس اللي بيهتم بالتعبئة والتغليف، وكمان معرض فريش أفريكا المتخصص في مجال الحصلات الزراعية، ومعرض تمور أفريكا، وده موضوع حوارنا النهاردة، وهو المتخصص في قطاع التمور اللي بيتم تنظيمه مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كشريك استراتيجي. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور أشرف الفار، الأمين العام للاتحاد العربي للتمور بالجامعة العربية. بنرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، وصباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. صباح الخير على مصر، وصباح الخير على أفريقيا. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. هنفهم تفاصيل أكتر عن الموضوع ده لما نشوف هذا التقرير، وبعده نرجع علشان نبدأ نقاشنا مع ضيفنا في الاستوديو. خلف هذه الجدران أكثر من 700 عارض، معرض يضم كل مستلزمات الإنتاج والتصنيع أيضا. فهنا كل جديد في مجال الصناعات الغذائية. فود أفريكا كان العنوان والمضمون شامل كل الصناعات الغذائية للمعرض في دورته السابعة بمشاركة دول عربية وإفريقية وأوروبية. التعاون المصري الأوروبي مهم جدا، زي التعاون مع جميع الدول. نقل الخبرات ونقل الأمور هام جدا، مفيش حد بيعرف كل حاجة، لازم الناس تتعاون بحيث تقدر تطلع حاجة كويسة. ولأن سياسة المعارض باتت هي الملمح الرئيس باعتبارها أحد الركائز الأساسية للترويج التجارية، فقد شاركت كبريات الشركات المصرية كالعادة في هذا المعرض لتوثيق التعاون التجارية والصناعية مع الدول المشاركة. المعرض مدته 3 أيام، بنحاول نستفاد منه أكبر استفادة. أولها بنجيب رؤساء الشركات في أول يوم، ما بيكتفوش بس بفترة الافتتاح، لا بيعدوا على جميع الشركات اللي ليها علاقة بنفس مواضيعنا. العائد ان احنا بنفتح اسواق جديدة لمنتجاتنا، بحيث ان نقدر ان احنا منتجاتنا توصل لاكتر اماكن موجودة في العالم، وده هيعود طبعا على الشركات التابعة للشركة القابضة، ان زيادة الايرادات وزيادة ارباح وتوفير العملة الصعبة، انها تقدر توفر العملة الصعبة اللي تقدر تشتري بها الخامات اللي هي محتاجاها. فالمعرض بالنسبة لمصر هو طريق للامتداد للخارج تجاريا وصناعيا وتبادل للخبرات ايضا، اضافة الى زيادة قدرة مصر التصديرية في كل الصناعات خاصة الغذائية منها. المعرض ده الحقيقة بقاله في الدورة السابعة فعلا، وفي حوالي 700 عارض، وفي حوالي 160 شركة مختلفة مستوردة. العارضون في المعرض الذين تشكلت وجوههم ولغاتهم أثنوا على التواجد فيه وعلى التنظيم الجيد أيضا، وأكدوا أن تلك المعارض تفتح لهم مجالا أوسع لتبادل الخبرات والصناعات أيضا. فود أفريكا فتح لنا أبواب كتيرة قوي ان احنا نبقى اكسبوز في الماركت المصري، وان احنا نقدر نفتح علاقات اكتر مع الناس في السوق المصري كموزعين للبن. نحن نقوم بتصدير الأرز الى العالم العربي، الى كل الدول الاسلاميه، الى الشرق الاوسط. شركه من تركيا من مرسين، نحن نشتغل بالبقوليات والحبوب. اول مره نجي على الفود افريقيا. شاركت مره قبل كده في المعرض، لان مشاركين بالمعرض بنسبه وزاره التنميه المحليه بتساعد المعرض وبتساعد تطوير العصافير. اليوم كان الافتتاح، وغدا وبعد غدا سوف يمتد المعرض، وما بين ندواته وورشاته وحضور الخبراء سيكون التبادل التجاري في ابهى صوره والتصدير السلعي طريقا للخارج بحسب خبراء. رمضان الشحات، النيل.
برحب بحضراتكم مره ثانيه، وبنبدا حوارنا مع ضيفنا الدكتور اشرف الفار الامين العام للاتحاد العربي للتمور. يعني دكتور اشرف، واضح من التقرير اللي شفناه انه معرض بيهتم تحديدا بزياده انتاج مصر من الحاصلات الزراعيه وزياده فرص تصدير هذه الحاصلات للخارج وفتح اسواق جديده. اهميه هذا المعرض ايه بالنسبه للتصدير الزراعي في مصر، بالنسبه لقطاع الزراعه بشكل عام، وايضا تحديدا بقى التمور؟ الحقيقه طبعا حضرتك يمكن ركزت على نقطه مهمه جدا جدا. احنا بنستهدف في الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ان احنا نزود صادراتنا ازاي وازاي نجلب عمله صعبه. يمكن حضرتك اتكلمت بصفه عامه عن المنتجات الزراعيه. مصر نجحت الفتره الاخيره ان احنا نصدر للعالم اكثر من 5.6 مليون طن من المنتجات الزراعيه، ودي تعتبر طفره كبيره جدا جدا وانطلاقه غير طبيعيه جدا حصلت لمصر خلال السنوات الاخيره. فدي بتمثل مصدر اساسي لجلب العمله الصعبه، ودايما احنا بنستهدف افريقيا. العالم كله على فكره بيستهدف افريقيا، لان افريقيا هي القاره السمراء، تحتاج الى الكثير من التطوير وتحتاج الى الكثير من الفود والبيفرج بصفه عامه، ان باد ديماند فور ات، هي بتحتاجها بصفه عامه بشده. ودايما نمو الدول على مستوى امريكا على مستوى اوروبا، الدول المتقدمه نموها لا يتعدى دبل ديجيت، يعني يعني الكبير 10%. تمام. لكن التوجه الى افريقيا هنوصل ل 20 و30% للديماند قوي جدا جدا. فالناجح استراتيجيات الناجحه دايما هي التي تستهدف افريقيا، واحنا فود افريكا في نسخته السابعه دلوقتي بيستهدف هذه القاره فعلا. جمع اكثر من 700 عارض، جمع اكثر من 500 باير، وده رقم كبير جدا جدا. والفاير ده قوة المعارض بتقاس بعدد الفايرز الموجود فيها اللي ممكن فعلا يقلب المشترين. يعني المشترين الباير على المشتري. فأنا بستهدف مشترين عشان أزود مبيعاتي وأزود دخول المنتج بتاعي للدول المختلفة. تمام. طيب المعرض المفروض أنه بيشهد إطلاق الاستراتيجية المصرية للتمور، وهذه الاستراتيجية أعدتها وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO. أهم ملامح هذه الاستراتيجية وإيه اللي هتضيفه بقى بالنسبة لإنتاج مصر من التمور والتصدير وعائدات التصدير؟ تمام. حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا جدا، إحنا من غير استراتيجيات مش هنقدر نتقدم. والاستراتيجية يعني إيه؟ يعني set of actions أو مجموعة من الأفعال والأكشنز اللي بنحطها عشان نحقق هدف معين. والهدف ده بيكون دايما هدف متقدم جدا جدا عشان انمي القطاع اللي انا بشتغل فيه. فتم وضع الاستراتيجيه بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه سنه 2016، وضعها طبعا شركاء كثيرون على راسهم منظمه الفاو ومجتمعات كل العاملين في قطاع سلاسل القيمه في التمور. وتم وضع هذه الاستراتيجيه في محاور، ثلاث محاور رئيسيه: محاور الزراعه والتجاره والصناعه. ولكن احنا وضعناها 2016، فاحنا عاوزين نشوف احنا فين من 2016 لحد دلوقتي تقريبا 6 سنين. فتم تحديث حاليا، احنا بنحدث هذه الاستراتيجيه، بنقف احنا كنا فين وبقينا فين ورايحين لفين بالضبط، واللي احنا حطيناه الاكشنز اللي احنا حطيناها طبقناها، وايه المردود بتاعها على القطاع بصفه عامه. فدلوقتي الاستراتيجيه زي ما حضرتك قلت يعني بتشمل محاور ثلاثه مهمه جدا: زراعه وصناعه وفي نفس الوقت تجاره او تسويق. تمام. يمكن بقول لحضرتك مصر بتتربع على عرش الانتاج على مستوى العالم، احنا بننتج تقريبا 1.7 مليون طن، واحنا رقم واحد عالميا على مستوى الانتاج. مرشح نوصل ل 2.5 مليون طن قريب جدا جدا. ليه؟ لان مصر تعيش الان العصر الذهبي للتمور. يمكن القياده السياسيه ممثله في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي خد اكشن قوي جدا وخد قرار بزراعه 5 مليون نخله. فتخيل احنا عندنا توتال عدد النخيل الموجود في مصر 16 مليون نخله، اما ازرع كمان 5 مليون هيوصلني ل 21 مليون نخله. صحيح. وكمان ال 5 مليون نخله دول خدناهم في الحاجات الاكثر قبولا على مستوى العالم. عشان ازود التصدير بتاعي. يمكن احنا بنزرع دلوقتي مجدول وبرحي في توشكي والعوينات والوادي الجديد، ودي بتديني زخم قوي جدا جدا ان انا ازود صادرات بتاعتي بالنسبه للتمور. يمكن احنا حاليا رقم 13 على مستوى التصدير، بنصدر لا يتعدى 50 مليون دولار في العام. احنا بنستهدف بالاستراتيجيه الجديده نوصل ل 250 ل 300 مليون دولار. ليه؟ ده شيء طبيعي جدا جدا ان احنا بننمي قطاع النخيل في الاصناف الاكثر قبولا على مستوى العالم اللي يحتاجها المستهلك العالمي، ودي بتؤدي ان انا ازود فعلا الصادرات. تمام. ده على مستوى الزراعه. لو جينا على مستوى الصناعه، حنحاول نزود عدد المصانع المؤهله واللي هي فعلا متسجله في هيئه الغذاء، بحيث ان انا اضمن الجوده والكواليتي، اضمن الادد فاليو تكون ضخمه جدا جدا،
تتماشى مع متطلبات المستهلك. المستهلك العالمي دلوقتي بيطلب جودة عالية جدا جدا، صحيح. فأنا محتاج أتماشى مع هذه الجودة عشان ألاقي مكان المنتج بتاعي. صحيح. على مستوى التجارة احنا بنسعى ان احنا نزود عدد المهرجانات والمؤتمرات المحلية والعالمية عشان نغير إدراك المستهلك عن التمور. التمور قيمة غذائية عالية جدا جدا، ترفع مناعة الإنسان، ويمكن العالم كله انقسم بعد الكورونا. يبقى قبل كورونا كنا بناكل اي حاجه، لكن بعد كورونا العالم متجه دلوقتي الى الهيلثي فود، الغذاء الصحي، الغذاء فعلا الصحي والوظيفي، والتمر يعتبر على راس هذه الاغذيه ده الصحيه. ده وجبه غذائيه متكامله، وجبه غذائيه متكامله فيها ايفريثينج انا محتاجه. صحيح. تغنيني عن استخدام الكيماويات كفيتامينز او كمكملات غذائيه. صحيح. فاحنا بنتكلم قدام غذاء رباني معجز، محتاجين فعلا نركز عليه الفتره اللي جايه على المستوى المحلي، ان نزود معدلات الاستهلاك محليا. ومصر ما شاء الله بتستهلك كويس، بس لسه لم نصل الى معدل عالي بالنسبه لكل فرد. محتاجين ازود الاستهلاك المحلي، وفي نفس الوقت ان انا اصدر هذا المنتج المعجز الرباني الاصيل الى كل العالم. طيب في سؤال هنا بيطرح نفسه، حضرتك قلت ان احنا بنحتل رقم 13 بالنسبه التصديق للدول المصدره للتمور. نعم. لكن احنا في الانتاج رقم 1. تمام. الجاب دي او الفجوه ما بين الانتاج والتصدير ليه موجوده؟ ده سؤال وجيه يا استاذ احمد جدا. حضرتك احنا بننتج ثلاث انواع من التمور، الجاف ونصف الجاف والرطب. معظم انتاجنا تقريبا 55% رطب. الانتاج الرطب دوت عباره عن ايه؟ هو انتاج جيد ولكنه فتره نص العمر بتاعته قصيره جدا جدا، فلازم ينتج ويستهلك في خلال شهرين او ماكسيمم 3 شهور. فده محتاج ثلاجات فائقه الجوده، ان هو يتعمل له فريزنج عند درجات حراره ماينس 18 لحد ماينس 24 عشان اقدر ان انا اصدره او ان انا استخدمه بعد كده. الحقيقه الحاجات دي المتطلبات ما كانتش موجوده قبل كده، ولكن احنا بنحاول ان احنا فعلا نزود هذه العدد الفريدجز او الثلاجات العملاقه اللي احنا احفظ المنتج بتاعي، او ان انا اتجه الى المنتجات الاكثر قبولا على مستوى العالم. يمكن في انواع من التمور ما كانتش متوطنه في مصر زي المجلول والبرح، فبدانا ندخلهم، ودي كانت وفق الاستراتيجيه اللي اتعملت في 2016 ان انا ادخل انواع جديده لها قبول عالميا جيد، بحيث تمكنني ان انا اكفي الانتاج المحلي واصدر للخارج. معظم القرار السياسي بزراعه 5 مليون نخله متجه الى انواع النخيل الاكثر قبولا على مستوى العالم من المجدول والبرحي، ودي هتؤهلني خلال الثلاث أربع سنوات القادمة يبقى عندي إنتاج ضخم جدا أقدر أصدره وأقدر أعظم دخلي من الصادرات بالنسبة للتمور. طيب أنواع التمور الجديدة اللي تم استحداثها مؤخرا في السوق المصري وبيتم العمل على زيادة إنتاجها الزراعي إيه؟ أنا أطرح عليك هو صنفين مهمين جدا، البرحي والمجدول. دول أهم الأصناف، في أصناف أخرى بنزرعها بالنسبة للتوجه القاسي بزراعة 5 مليون نخلة، بس أفضلهم وأقواهم على مستوى العالم المجدول والبرحي. يمكن أنا دلوقتي بصدر الطن بتاعي دلوقتي في البلح العادي المصري اللي هو النصف الجاف الصعيدي والسيوي بيصدر مثلا بمعدل 1000 دولار لكل طن، لكن وجود المجدول ممكن يؤهلني أن أنا أصدر من 3000 ل 6000 دولار للطن، وده لأنه مطلوب أكتر وقيمته التصديرية أكتر. قيمته التصديرية قبوله عالميا أقوى، فده بيؤهلني ان انا فعلا اتجه الى التصدير واعظم دخلي من العمله الصعبه. انا هحكي لك مثال، احد الدول العربيه احنا على نطاق جامعه الدول العربيه ومجلس الوحده الاقتصاديه العربيه بنسعد بيها ونفخر بيها جدا ان هي بدات انتاج التمور مؤخرا في العشر سنوات الاخيره، ولكنها نجحت انتاج صنف واحد بس، يمكن بتنتج تقريبا 27000 طن بتصدرهم كلهم. السعوديه؟ مش السعوديه، دوله الاردن الشقيقه. الاردن فدي ده مثال يحتذى، واحنا بنحاول ان احنا فعلا ناخد هذه الامثله الناجحه ونطبقها في مصر. انا قلت لحضرتك كمان السعوديه لان التمر عندهم يعني ليه مذاق وطعم مختلف. اكيد يا يعني. فندم. يمكن السعوديه العام الماضي نجحت تكون اكبر دوله مصدره للتمور من حيث القيمه على مستوى العالم. وتونس اكبر دوله مصدره للتمور من حيث الكم. فاحنا عندنا نماذج ناجحه جدا في الامه العربيه، وده اللي بيحاول يعملها الاتحاد العربي للتمور، ان احنا بنوظف النماذج الناجحه وننقلها الى الدول العربيه الاخرى بحيث ان احنا نتكامل. في تكامل طبعا، ده تكامل مهم جدا للدول العربية. واحنا محتاجين نتكامل، ما فيش تنافس في مجال التمور، لان كل انواع التمور التي تنتج على مستوى الامه العربيه كلها جيده وكلها محتاجينها في الاسواق العالميه. صحيح. والتنوع يزيد التنافسيه ويزيد البيع لكل الدول العربيه مع بعض. ويمكن دي ميزه في المنطقه العربيه انها يعني غنيه بانتاج التمور او
بيئتها بتصلح لزراعه وانتاج التمور بعكس بيئات اخرى في العالم كله. طبعا، ويمكن حضرتك قلت البيئه، فطبعا هنخش على الكوب 27 وعلى مؤتمر المناخ والتمور. شجر النخيل بصفه عامه يعتبر من افضل انواع الاشجار مقاومه للتغيرات المناخيه. صحيح. واحنا بنحاول دلوقتي ان احنا من خلال معامل الانسجه اللي احنا محتاجين نتوسع فيها بننتج فسائل من التمور في معامل انسجه بنسميها احنا معامل انسجه وتيشو كالتشرز، بنطلع نماذج اكثر مقاومه للتغيرات المناخيه. فمحتاجين نتوسع فيها. الامه العربيه محتاجه اكثر من 12 مليون نخله دلوقتي، في توسعات عملاقه على مستوى النخيل على مستوى كل العالم العربي، فمحتاجين اكثر من 12 مليون فسيله. فالتوسع في معامل الانسجه مهم جدا واصبح ضروره وليس رفاهيه. طيب البيئه المصريه بتصلح لانتاج انواع معينه من التمور زي ما حضرتك قلت، لكن يمكن احنا بدانا نشوف ان النخيل بقى موجود حتى يعني في الشوارع في الحدائق الخاصة بالفلل والمنازل العادية، مش بس في مناطق خاصة بس بزراعة النخيل. نعم. وده على فكرة بيبقى شكله حلو جدا، ومنظر البلح كمان هو موجود غني جدا وبيدي إحساس بالأمان الزراعي وبالبيئة المستقرة، وزي ما بتقول هو أكتر شجرة بتقاوم التغير المناخي. أهمية التوعية لدى المواطنين ونشجعهم إن هم يزرعوا النخيل في أي مكان، يعني شجرة مستحب أنها تبقى موجودة بكثرة. أو طبعا حضرتك قلت نقطة مهمة جدا على المستوى الجمالي ومستوى تأمين مثلا حتى تمر الاستخدام للأسرة من خلال الأرض الموجودة عندي في الفيلا أو قدام البيت أو لغير ذلك، ده أمر جيد. ولكن إحنا قطاع التمور ده بيمثل صناعة. وهذه الصناعة لازم يبقى ليها متطلبات معينة حسب نظم الجودة والمعايير الجودة العالمية. أنا اللي هيزرع نخلة بيته نخلة، أنا محتاجة توسع على المستوى ده، إنتاج قومي، فمحتاجة توسع في إحنا بالنسبة لنا محتاجين نتوسع في المزارع النموذجية الكبيرة. يعني المزارع تبقى أقل حاجة 100 فدان، من 50 ل 100 فدان، كل ما توسع أكتر كل ما يكون صناعة، وصناعة كبيرة بشغل إيد عاملة قوية جدا جدا، بدعمل دخل قومي للبلد اللي بتزرع هذا النوع من النخيل. تكاثر النخيل ضخم جدا. صحيح. يعني حاجة بقول لحضرتك المليون نخلة بيعمل لي 5 مليون فسيلة، من 5 مليون لا أنا بتكلم في نقطة التوعية بأهمية النخل نفسه أن هو مقاوم للتغير المناخي، وفي نفس الوقت أن هو اللي بيزرع ده بيبتدي أن هو يستهلك منه، فبيبقى مفيد ليه، يعني مفيد للصحه العامه عموما. يعني مما لا شك فيه كلام حضرتك وجيه ومهم جدا جدا، احنا بنشجعه، ولكن التشجيع الاكثر احنا محتاجين الدخل القومي نزوده. فمحتاجين نتوسع في المزارع الكبيره والمزارع النموذجيه. وطبعا احنا بنحس الافراد واللي عندهم فعلا مساحات في بيوتهم او في فيلالهم الى غير ذلك ان يزرعوا نخل فعلا. بس احنا في عندنا حاجه بنسميها ايه، الخريطه المناخيه للنخيل. مش اي نخله بتنفع في اي مكان، فلازم احنا قبل ما نزرع نخله سواء كان في الفيلا او في البيت بتاعي او في دايما احنا بنتكلم عن المحتوى الحراري للمكان ده، وكل نخله بكل نوع بيكون ليه محتوى حراري معين وليه مناخ معين. طب دي معلومات مهمه، فلازم نسال من المعمل المركزي للنخيل المصري عنده هذه الخريطه المناخيه. صحيح. ويقول لي والله ازرع البلح فين، ازرع المجدول فين، ازرع الصعيدي فين والزغلول فين، عشان نحافظ على استثماراتنا ونحافظ ان انا النخله من المزروعات اللي هي بتديني بعد 3 سنين. صحيح. يعني ببدا ازرع استنى 3 سنين عشان الاقي بشاير، فمش محتاج ان انا بعد 3 سنين اقول لا ده انا زرعت غلط. فمحتاج من الاول يبقى في تأصيل علمي حقيقي للنخل فعلا هزرعه فين وازاي وباي كيفيه. لان في ناس فعلا بتزرع ده في الجناين الخاصه بيهم. طبعا يعني. اكيد انا شخصيا انا عندي جنينه زرع فيها اكتر من 10 نخلات، دي حاجه بالنسبه لي جيده. يعني انا بفرح جدا زي ما حضرتك بتقول، بس احنا محتاجين فعلا النخله دي احسن من البترول. احسن من الغاز. شوف ازاي اذا تأمينا بيها اهتمام جيد، انا ممكن دخل القومي بتاعي من ده دخل قومي. دخل قومي. لو زرعت مثلا سي ابو حضرتك 20,000 فدان، سي ال 20,000 فدان ممكن تعمل لي 50 مليار جنيه. ده بحسابات بفيزيبيليتي ستادي محطوطه ومدروسه ومعمول بها. وكمان التمر بيمثل ايه حضرتك؟ بيمثل غذاء استراتيجي للامم والشعوب. بالظبط. يعني انا في الكوارث والازمات لغايه ذلك انا ممكن الاقي التمر هو الغايه الوحيده بالنسبه لي. صحيح. يعني سلاسل الامداد بسبب حرب الروسي الاوكراني الاخير ده ومشاكل القمح الموجوده تتحل بالتمر. صحيح. تتحل بالتمر. انا ممكن التمور فعلا وجبه غذائيه صحيه غذائية متكاملة. فانا بالنسبه لي ده غذاء استراتيجي، ونحن فعلا محتاجين نتوسع فيه، مش بس في التمر، نتوسع في ما بعد الحصاد.
اللي هي الثلاجات العملاقه اللي تؤهلني الى تخزين هذا التمر بطريقه جيده جدا بحيث ان انا اقدر استخدمه محليا او وكمان عمليه تصديره ممكن تكون مصدر في صوره منتجات صناعيه طبعا. عشان يزيد قيمته التصديريه اكيد لانه داخل في صناعه الحلويات البسكوت الكيك الكحك المربى يعني داخل الحقيقه في كل حاجه اكيد يا فندم وبالتالي لما بنصدره في صيغه منتجات او في صوره منتجات ده بيزيد من قيمته طبعا انا اقول حكايه على حاجه من القيم المضافه للتمور وحاجه مهمه جدا العالم كله بيتجه ليها دلوقتي هي بودره التمر هو سكر التمر تعرف حاجة التمر الجاف اللي تتميز بيه محافظات محافظة أسوان أو وجه إبل بصفة عامة بيديني تمر ممكن أطحنه بطريقة معينة بيطلع باودر الباودر ده بديل سكر بديل طبيعي للسكر لأن ما فيهوش طبعا السكروز أو السكر الثنائي وصحي وفي فايبر وفي معادن وفي فيتامينز وفي مينرالز فده إحنا التوسع فيه في مثل هذا المنتج بيمثل انطلاقه كبيره جدا جدا لاستخدامات التمور على المستوى المحلي والمستوى العالمي. بنتمنى نجاح المعرض وكمان استراتيجيه التمور المصريه اللي هيتم اطلاقها خلال المعرض وكل التوفيق لحضرتك والاتحاد العربي للتمور. انا احب بس انبه في الاخر احنا عندنا في معرض مهم جدا جدا للتمور هيكون في حديقه الاورمان من 1-10 مارس اللي جاي هيكون فيه هيضم طبعا نخبه كبيره وكوكبه كبيره جدا من صناع التمور وقطاع التمور وزراعه التمور على مستوى الوطن العربي صحيح. او مستوى مصر هيكون في حديقه الاورمان بستغل هذه الفرصه ادعو جميع المشاهدين المصريين وجميع الامه العربيه اللي بتشوفنا ان تشارك وتزور هذا المعرض في حديقه الاورمان فرصه فعلا برعايه وزاره الزراعه مهم والتجاره والصناعه ورعايه طبعا ان شاء الله وان شاء الله نبقى نعمل كمان حوار عن هذا أكيد الموضوع فهم. اكيد قبل انطلاق المعرض بشكرك جدا دكتور اشرف الفار الامين العام للاتحاد العربي للتمور شكرا جدا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك لسه مكملين مع حضراتكم في هذا الصباح هنروح لموجز التاسعه وبعده فقره جديده استنوا